التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، انطلاقاتنا مستمره من هنا من ارضيه ميدان الشحانيه لسباقات الهجن العربيه الاصيله في امسيه سن الاذاع مسافه 6 كيلومترات. شوطنا 15 ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايه. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. مشاهدينا الكرام نسير مع هذه الاجواء الرياضيه الجميله والاجواء الماطره هنا في ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه. نبدا بدايه مع هذا الشوط مع المركز الاول مع هذه الانطلاقه المميزه. القبه من تاتينا مع البدايه بشعر حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنا القبه مع المركز الاول مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني شعار بالرملي يتقدم من خلال حضور هذا الاسم زاهية سهيل بالرملي بن محمد العامري من يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث القدوم والوصول مشاهدينا الكرام من تاتي هنا ايضا مع المركز الثالث. تنطلق في هذه اللحظات اسياد محمد بن عايض بن سعيد الرزق من ياتي مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع الاسماء الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل القادمه في هذه الانطلاقه المميزه والكبيره اللي بغطي عليها سياد في هذا المسار المميز والكبير. يا سلام، نتابع مشاهدينا الكرام هذا الوصول والتقدم في هذه اللحظات القادمه المنطلقه الحاضره في هذه الامسيه التراثيه الجميله. ما شاء الله، هناك من الجانب الاخر تسللت في هذه اللحظات بدات تنطلق مشاهدينا الكرام من تاتي مع المركز الرابع اللي قادمه زعفرانه احمد بن سالم بن مبروك القنوبي يصل في هذه اللحظات في اول نداء في مسار هذه الانطلاقه المميزه والكبيره. نتابع ايضا الاسماء الحاضره، نتابع ايضا الاسم القادم مع المركز الخامس تاتي هنا في هذه اللحظات وتنطلق كيف علي بن غانم بن سعيد الخيارين يقدم شعاره مع المركز الخامس. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى، الخمسه النجوم الساطعه في هذا الشوط مشاهدينا الكرام. جائزه هذا الشوط عباره عن سياره نقديه هناك للفائز بالمركز الاول. يا سلام، زايد ماده الزعفران، يا سلام من سعيد الحظ الذي ايضا سوف يسجل له نقطة ذهبية في هذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع. مشاهدينا الكرام، عشاق الأصالة، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، أجواء ولا أروع يشهدها ميدان التحدي، أجواء مميزة، رياضية أيضا ماطرة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل نتابع هذه الأسماء عودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول. القبة مع الصدارة، حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي زميلنا المعلق حاضر هنا بآماله وطموحاته كما خطف رمز في يوم الأمس مع انطلاقة كرار يحضر هذا الشعار أيضا ليجدد الإنجازات، يبحث عن إنجاز آخر في أمسية سن الإذاع من خلال تواجد القبة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من زعفرانه أحمد بن سالم بن مبروك القنوبي قادمة من السلطنة للمشاركة هنا في أرضية ميدان الشحانية خصيصا من ميدان المشرف بولاية المضيبي. تحضر هنا أيضا هذه زعفرانه مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات وصلت إنذار مطر بن محمد بن دحروي العامري خاطف سيارتين في الفترة الصباحية، يحضر شعار بن دحروي أيضا بحضور الكبار في هذه الأمسية التراثية الجميلة، يطمع بالسلامات إلى هالي مرغم في هذا المساء المميز والكبير. بينما المركز الرابع حاضر شعار بن رملي مع المركز الرابع حاضرا بأمال وطموحات هالي المصانع الجنوبية هنا، يقدم لنا اندفاعات وحضور زاهية سهيل بن رملي بن محمد بن مطر العامري ياتي بشعاره الازرق المميز هنا في هذه اللحظات، يقدم لنا زاهيه مع المركز الرابع. لكن اللي تسلل شعار الخيارين بدا ينطلق حاضر ايضا
بشعاره الكبير شعاري وانطلاقت وحضور كيف علي بن غانم بن سعيد العلم الخيارين يقدم لنا أحد الأسماء المميزة في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة في هذه الأمسية الاستثنائية. مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع أيضا القدوم هنا في هذه اللحظات من تصل مشاهدينا الكرام لبا نادر بن سالم بن سليم بالورع العامري يصل ليقدم شعاره لينضم إلى أيضا الكوكبة المميزة عودة إلى صدارة الشوط عودة إلى المركز الأول إلى شعار بن دحروي مع الصدارة مع المركز الأول انذار مع البداية مع الصدارة في هذه اللحظات مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم شعاره من خلال تقدم انذار مع المركز الأول القبة مع المركز الثاني بشعار حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي الحاضر والمنطلق مع ثاني التحديات المركز الثالث قدوم ووصول في هذه اللحظات من زعفرانه أحمد بن سالم بن مبروك القنوبي المركز الرابع ما شاء الله شوف القدوم والوصول مشاهدينا الكرام تحرك الخيارين بدأ يدفع لنا أيضا بانطلاقة وحضور كيف علي بن غانم بن سعيد الخيارين يا سلام شوف الوصول وصول اسم جديد ووصلت الشهامة مبارك بن سهيل بن مبارك بن غانم الكتبي يصل في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل موقعنا وين الله يا سلام يا سلام هنا شوف هذه الإثارة شوف هذه الانطلاقة بوابة الكيلو متر الأخير يا بن دحروي بوابة الكيرو متر الخطير والأخير في هذه الأجواء المميزة أجواء استثنائية ناموس ومطر ما شاء الله هنا البداية صدارة الشوط انذار مع المركز الأول مطر بن محمد بن دحروي العامري يأتي بانذار يدفع لنا بانذار يطمع بن دحروي بتسجيل الهاتريك في هذا اليوم مع انطلاقة شعاره مع المركز الأول المركز الثاني القبة حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي يقدم هذا الاسم المميز المركز الثالث القادمة بلشة بخيت بن محمد بن حمد آلف هيدا المري يصل في أول نداء بينما الوصول أيضا من تستاهل سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي مع المركز الخامس هكذا هي الأسماء ولكن خلاص يبدو لي الشوط قفل هنا بن دحروي مع انطلاقة انذار من أيضا مشاهدين الكرام حافظت على هذا المركز إلى حد هذه اللحظات مؤكدة حضور هذا الشعار الكبير المميز شعار بن دحروي السلامات إلى أهالي دبي إلى أهالي مرغم بالتحديد سلام بن دحروي سلام مطر بن محمد بن دحروي العامري يأتي بهذا الشعار الكبير المميز كما خطف نقطتين في صباح هذا اليوم يؤكد حضوره بنقطة ثالثة في هذه الأمسية بدون أوامر عصاها في البطان سلام مرغم سلام سلام بن دحروي سلام أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار مشكور يا راعي انذار تهانينا والناموس لمطر بن محمد بن دحروي العامري تهانينا يا ابو محمد على هذا الفوز والانتصار هنيالك الناموس المركز الثاني كان الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من خير ليوسف بن غانم بن اهلي والمركز الثالث وصلت الاندلس سالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري والمركز الرابع المركز الرابع كان الوصول من تستاهل سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي والمركز الخامس المركز الخامس وصلت بلشة بخيت بن محمد بن حمد الفيدة المري تابعنا هذا الشوط ولكن حضر بن دحروي بحضور الكبار معلنا الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تهانينا والناموس لمطر بن محمد بن دحروي العامري على اختطاف بلشة ناموسي هذا الشوط مشاهدينا الكرام إذن مشاهدين الكرام ها هي اللقطات البطيئة لحظة وصول بلشة خاطفة الناموس والانتصار مهدي بن دحروي هذا الناموس الانتصار وإلى أهالي مرغم هذا الفوز المسائي المميز توقيته زمني 9 دقائق 13:38 ثانية تهانينا والناموس لمطر بن محمد بن دحروي العامري المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الكرام متابعينا الأفاضل اللي حضرت مع المركز الثاني بشعار كان الوصول والقدوم من خير 9 دقائق 17 ثانية 92 جزء من الثاني تهانينا والناموس ليوسف بن غانم بن أهلي بينما المركز الثالث وصلت
اللي هي الأندلس. نعم شعار بن عمان المهيري 9:18 الجزء من الثاني. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لسالم بن سعيد بن عمان المهيري، تهانينا والناموس للجميع.